طب حضرتك كنت ذكرت حاجه يا دكتور وانت بتتكلم دلوقتي، وهو نوع من انواع الليزر، وهو الكيو سويتشنج. كيو سويتش ليزر بالظبط. ايه بقى ده؟ ده حاجه، ده بيعتبر تصنيفا احدث حاجه؟ مش احدث حاجه، هو ده تكنولوجي جديده معموله في الليزر، حاجه اسمها شاتر ميكانيزم، او بدل ما الليزر بيطلع حاجه اسمها لونج بالس او بالس طويله، اللي هو بعمل بيه ازاله للشعر او بعمل بيه الدوالي او بعمل بيه، لا عملته كيو سويتش كويك سويتشنج للليزر، بيقفل الشاتر ميكانيزم. الليزر بيطلع ليزر بطاقه عاليه جدا وفي وقت قصير قوي، بالبيكو سكند او بالميلي سكند او بالنانو سكند، فبيبقى الطاقه السريعه دي بينتج عنها كميه باور او كميه انرجي او كميه طاقه رهيبه جدا جدا، بتفتت الخلايا الصبغيه او بتفتت الايه البارتكلز او الكربون او التاتو اللي موجود ساعتها. يعني ده مخصص تحديدا لعلاج او لتجميل التاتو وازالته، ولا اي حاجه تصبغيه؟ اي تصبغ يعني حتى الوحمه في مثلا، ناس عندهم وحمات صبغيه موجوده على الظهر، اللي موجوده على الرقبه، بعض الاطفال بيجونا طبعا. في اللي عندهم وحمه بتبقى واخده نص وشه، يعني تعالج بالنوع الليزر ده. هو التكنولوجي هو ده، مش نوع ليزر، ده تكنولوجيا موجود منه اكتر من جهاز، بس التكنولوجيا دي معموله من اجل ده، من اجل ان انت تشيل التصبغات دي بمنتهى القوه ومنتهى الفعاليه. وتماما يا دكتور، لان ده خبر اللي هي يعني صار جدا بالنسبه للناس كتير. الحمد لله عندنا، الحمد لله، حالات كتير تماما عملناها، بس يعني هم رفضوا ان احنا نوري صور التاتو بتاعتهم قبل وبعد. ففي بعض الناس وافقوا، كتر خيرهم، هنوري شويه صور للحواجب. لا مش بتكلم بس على التاتو، انا بتكلم على الوحمات اللي هي الواحد بيبقى مولود بيها، بقى حسب المساحه. بص حضرتك، هو الفكره كلها ما اقدرش اشتغل على المكان كله ازهول في المره، لان كميه الطاقه والحراره اللي بتنتج عن الليزر ده عاليه قوي. طب حضرتك ادينا مثلا، لو زودت ممكن تحرق الجلد. فمثلا لو عندي وحمه ده الفخذ كله مثلا، باخدها على قطع، باخدها على قطع، وبالتالي ما بين الجلسه والجلسه لازم اسيب 3 أسابيع 4 أسابيع، فباخد وقت عشان كده. عشان كده عامل الوقت هو ده الحاجه الوحيده اللي ما بنقدرش ندي بيها برومس. يعني مش هينفع اوعدك بوقت معين اخلصه لك فيه. تفاعل كل جسم يختلف عن الاخر بالظبط.